احنا المكونات عندنا نص لحمه مفرومه ويا ريت تكون دسمه تمام، بصلايه وفصين توم وبهارات عاديه خالص. دي معانا على الشاشه اهي كمان. يعني لحمه دسمه وبصلايه وتوم وحبهان روزماري، ده اللي بيفرق قوي في الطعم، وفلفل اسود، وطبعا الحاجات دي سمنه وده لون طعومه عشان يدينا نفس اللون. ودي الماده اللي هنربط بيها وهي جيلاتين. هنسلق اللحمه الاول. اللحمه اللي هتقولي لي يا مريم انت هتسلقي المفروم؟ لا، عشان احنا يعني ناخد منها احسن نتيجه هنعملها كورتين. طب ما انا هسلق المفروم، مش المفروض الدهون هتنزل وانا جايباها اصلا؟ احنا بقى هنسلقها احنا هنسلقها في كوبايتين ميه بس. يعني احنا هنا الحله دي معانا كوبايتين ميه بس. تمام، اللحمه دي زي ما هي كده هناخدها هنكورها. زي ما هنحطها في الميه زي ما هتطلع، مش هتفك. حلوه المعلومه دي جديده، اللحمه المفرومه جربي مش هتفك. مش هتفك لو انت سلقتيها بالمنظر ده. تمام، هتتعاملي معاها كانها قطعه لحمه عاديه خالص. بس اهم حاجه البلو بيف تبقى لحمته دسمه وفريش عشان تاخدي نتيجه حلوه. تمام، هنحط بس شويه فلفل اسود، نعد الحبهان، يعني احنا حطينا 4 فصوص حبهان عشان دول نشيلهم. ايوه، لانه بيعملوا مشاكل كتير قوي. وهنحط البصل. مش هتاخد على النار اكتر من 5 دقائق لان هي اللحمه اصلا احنا مش عايزين نسلقها سلق يعني، مش وهنحط ال ورق لا ورق لا، وزي ما انت شايفه كده لازم تبقى الميه قليله خالص، هي هتغلي فخلاص هتتشرب شويه الميه وبعد كده هنبتدي نتعامل معاها. عندي شويه ونغطيها. كده احنا خلاص نشيل دول. نعمل بقى ايه على ما دي تجهز؟ هنعمل الجبنه الكريمي اللي بقت اسعارها غاليه جدا دلوقتي. هنعملها كامله الدسم بطريقه بسيطه خالص ومكونين 2 بس. احنا ممكن نحطها هنا. ده لبن معايا غلي وبرد حاجه بسيطه. قد ايه لبن؟ يعني المقادير معانا ايه؟ انا هقول لك المقادير حلو. ده كيلو ونص لبن. ده كيلو ونص لبن، على كل نص كيلو لبن ليمونه. يعني ده عصير 3 ليمونات. 3 ليمونات. بصي دلوقتي بقى احنا هنحط ده دلوقتي كده وهنديله تقليبه. يلا مريم ولعي لنا بقى العين دي. يلا تعالى اهو. حلو كده، ولعني لي كمان. نعلي سنه. نعلي سنه. احنا هنا هنلاقي بقى اللبن ده، ودلوقتي زي ما يقولوا كده ايه، فصل الدسم بقى لوحده والسائل اللي هو الشرش بقى لوحده. احنا هناخد بقى الدسم ده لوحده نستخدمه في الجبنه. تمام، وعلى ما اللحمه بتاعتنا تجهز هنعمل الجيلاتين بتاعنا. حلوه الوصفات البيتي الجميله. يعني لا وصدقيني الطعم صحيه وحلوه. والطعم هيعجبك جدا. احنا هنا دي معلقه ونص جيلاتين. طب اجيبه منين الجيلاتين ده للناس اللي ما تعرفش؟ الجيلاتين الجيلاتين فيه نوعين. في نوع نباتي وفي نوع حيواني. ايوه، ما يفضلش ان احنا نجيب الحيواني، نجيب النباتي، ما بيبقاش ليه ريحه خالص في الاكل. لو انت اخدتي بالك كده هتلاقي ريحه اللحمه طلعت. ده حقيقي. احنا بس ممكن نخفف الجيلاتين شويه. احنا بنخفه بميه عادي. بتخففيه بميه عادي. هي دي الماده بقى اللي بتديكي القوام بتاع البلو بيف. مقادير على الشاشه معانا اهي. اول ما تغلي معانا هنلاقي اللبن بتاعها فصل على طول. بصي كده يا مريم عماله بت
مريين باينة كده خلاص هي استوت. خليها مفتوحة. طيب تمام. نوطي عليها. هي بتغلي بقى كده. بتغلي. احنا هنحتاج ملح، ممكن ملح قد ايه؟ رشه ملح بسيطه يعني. مش كتير، مش لان كتير. احنا لما هنضيع هنعمله في الـ في الـ في البيض هياخد طبعا ملح تاني. احنا كده نقدر ندفي عليه خلاص. كده انطفى عليه اللبن. انطفى عليه. ندفي على اللبن. احنا عايزين ايه؟ نخلي اللبن على النار العاليه. عايزه نطفي عليه ولا لا؟ نقيد عليه بس خليه على النار العاليه. ماشي. تمام تمام كده. احنا نسيب بس دي تهدى شويه. احنا بقى هنضيف ليها بعد كده الجيلاتين، معلقتين السمنه بلدي، دول هيفرقوا جدا في طعمها. تمام. واللون الاحمر. ايه اللون الاحمر بقى ده؟ ده لون طعام، اللي هو الوان طعام العاديه. الوان طعام صحيه. هي عايزه تخليها بنفس اللون، ما فيش مشكله، بس عايزه بعد كده عشان تدي نفس اللون بقى والولاد ما يعرفوش الخدعه بتاعتنا، هنعملها باللون طعام احمر. ده لون بودر عادي خالص، وانا حطيت عليه شويه ميه، يعني بس طرف المعلقه لون، ونضيف عليه شويه ميه بس كده. احنا بس هنستنى ان هي تهدى، وعشان تهدى هنعمل حاجه صغيره كده عشان الوقت البرنامج. احنا هناخد كرات اللحمه اللي احنا عملناها، وهناخد البصل، هناخد كل حاجه معاها. وهناخد معاها، وهنحط الميه دي بالتدريج، الميه اللي احنا حطينا فيها اللحمه المفرومه. اللي هي بقت شربتها خلاص. نحاول بقى ان احنا نتفادى ايه؟ الحبهان طبعا. ايوه يا ريت. عشان الحبهان ده بس هناخد حبه صغيرين خالص. المفروض ان احنا ما نعملش الخطوه دي وتبقى الحاجه سخنه. ما تبقاش سخنه. بس عشان الوقت لا، استني نطلع الحبهان. بس كده. في المرحلة دي بقى هنحط الجيلاتين. وهنحط لون الطعام. وهنحط السمنة. هي بقى السمنة دي اللي بتخلي طعمها في حتة تانية. مره الكبه دي قصدي تعمل معايا كده. هنضرب كويس. برضو لما عامه اي حاجه خشنه ما بنضربش على العالي على طول، نهدي الاول. نهدي الاول. بعدين نعلي السرعه. احنا مش محتاجين ان هي تزيد عن كده. كده احنا محتاجين ان هو يتضرب تاني عشان يبقى ناعم. كل واحد حسب عايزه ناعم قوي، يعني اللي هو حسب كل واحد واحتياجه. يعني عامه هو البلوبيف معروف انه بيبقى ناعم. احنا هنجيب قالب زي ده كده. تمام. ده مش هيلزق فيه اي حاجه عامه، مش محتاجين ندهنه اي حاجه. مش محتاجين ندهنه. لو هو قالب غير كده ممكن ان احنا ندهنه عادي. هياخد
هيدخل الفريزر ليله. ليله كامله في الفريزر. ليله كامله. هنصبه شكل البلوبيف بالظبط. شم ريحته مريان؟ شم. هندوق دلوقتي عشان انا مجهزه لك على طول اللي احنا هندوق. هي خضوات نشم الاول بعد كده ندوق. بس كده. ايوه. بس نفضل بقى ايه ان احنا نديله خبطتين كده عشان نطلع منه فقاقيع الهواء. بالشكل ده بندخله الفريزر. بس كده. هنحط هنا لما على ما يهدى شويه. ليله كامله. ونطلع بقى اللي احنا عاملينه من قبلها. هو ده هيبقى شكله. بصي انا هوريكي القوام بتاعه هيبقى عامل ازاي. احنا هنفكه بس كده. طبقي وشوكتي فين؟ هنجيب حاجه. طبقي وشوكتي. ايوه. بلوبيف ولا مش بلوبيف؟ هوريكي الطعم بقى كمان وقوامه. بس انا عايزه الاول البس جبيتي عشان اوريكي.